بعد رحلة متعبة شباب العراق يصلون إلى الأرجنتين للمشاركة في كأس العالم. والقوة الجوية والشرطة يتزاحمان على صدارة الدوري بانطلاقة الجولة 29. واللجنة البرلمانية المالية توعد الأولمبية بزيادة موازنة الاتحادات الرياضية. والليلة في صوت الملاعب، أثقال العراق تطمح لتوأمة ميدالية عبد الواحد عزيز الأولمبية، ودورينا الكروي يصل للربع الأخير من عمره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومتابعينا عبر الرابعة ورابعة الرياضية، حلقة جديدة من برنامج صوت الملاعب. منتخب شباب العراق وصل إلى الأرجنتين بعد رحلة شاقة امتدت قرابة 25 ساعة. الرحلة انطلقت من بغداد إلى اسطنبول، ومن ثم مدينة ساو باولو البرازيلية، وبعدها إلى بوينس آيرس. المنتخب وصل قرابة الساعة 1 فجرا بتوقيت الأرجنتين، وبالتأكيد سيبدأ إعداده وتمارينه للدخول في بطولة كأس العالم للشباب اليوم وغدا، وصولا إلى المباراة الأولى أمام الأوروغواي يوم 22 من هذا الشهر. كما ذكرت الرحلة امتدت إلى 25 ساعة، وهذا الفيديو طبعا من المكتب الإعلامي لاتحاد كرة القدم يبين رحلة المنتخب، منتخب الشباب من بغداد وصولا إلى بوينس آيرس. ذكر بأن مباريات منتخبنا العراقي للشباب في كأس العالم منقولها حصريا عبر قناة الرابعة بالعراق. طلقت اليوم مباريات الجولة 29 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم. عدة مباريات أقيمت هذا اليوم: القاسم مع الكهرباء، نوروز أمام نفط ميسان، والمباريات تختتم بلقاء النجف والكهرباء. يوم الخميس توكس يقابل الصناعة والطلبة أمام نفط الوسط، ويوم الجمعة ثلاث مباريات: الديوانية نفط البصرة، الزوراء وأربيل، زاخو أمام الحدود. ويوم السبت يكون ختام الجولة النفط مع القوة الجوية والشرطة أمام الكرخ. التقى وفد أولمبي صباح اليوم برئيس اللجنة المالية النيابية النائب عطوان العطواني، والعطواني استمع إلى حديث أعضاء اللجنة الأولمبية ووفد اللجنة الأولمبية حول مشاركات العراق المقبلة، وحول ما حققته بعض الاتحادات في الفترة الماضية، والدعم الذي تحتاج الأولمبية من أجل الوصول إلى أهدافها وأهداف الاتحادات طبعا من خلال المشاركات العديدة في بطولات القارة وأيضا بطولات العالم والأولمبياد القادم في باريس وحتى الأولمبياد الذي يليه. النائب عطوان العطواني وعد بزيادة التخصيصات المالية للأولمبية ومنها الاتحادات من أجل دعم الرياضات الفردية ودعم أبطال الرياضات الفردية بالتأكيد الذين يحققون ميداليات، ويعني الكل يعلم تفوق كثيرا ما تحققه بعض الألعاب الجماعية. وعلى ذكر الألعاب الفردية، كما تعلمون يملك العراق ميدالية واحدة في روما عام 1960. رباع العراق الراحل عبد الواحد عزيز أحرز هذه الميدالية، بالتالي الكل يتطلع إلى أن يكون في رصيد العراق ميداليات أخرى سواء في رفع الأثقال أو المصارعة أو باقي الألعاب الأخرى. وربما الأمل يحدونا ببطل شاب حقق ميدالية ذهبية في بطولة العالم الأخيرة، وبالتأكيد يشرفنا هذه الليلة في برنامج صوت الملاعب أن نستضيف البطل ووالد البطل، البطل السابق أيضا في رياضة رفع الأثقال. أرحب أجمل ترحيب هذه الليلة بضيوفي هنا بالاستوديو، الرباع السابق الكابتن عمار يسر وولده البطل العراقي القادم علي عمار يسر. أرحب بكما. أهلا وسهلا كابتن. شكرا. كابتن علي، أول شيء نبارك لك الميدالية، وهذا شيء مفخر لنا كعراقيين. ودعني أبدأ من الوالد البطل السابق، يعني أن تتحقق الميدالية ربما هذا يكون طبيعي في بعض الدول في ظروف العراق الصعبة، الميداليات وتحقيقها والإنجازات تحتاج إلى جهد كبير، لكن الملفت
بانه علي لعبه في عمر صغير ونافس الكبار في البطوله الاخيره وحصل على الميداليه. هل هذه كانت مغامره ام ثقه؟ طبعا اشكرك على المقدمه واشكر قناه الرابعه اللي تعطي الفرصه لتوضيح المنافسات اللي دخل بها الرباع البطل علي عمار. طبعا ابارك للاولمبيه والاتحاد والشعب العراقي والعراق بصوره خاصه على هذا الانجاز الرائع. نوضح بان الرباع علي عمار هو من الرباعين الواعدين للميداليه الاولمبيه منذ زمن يعني. علي عمار لاعب شاب دون 20 سنه، عمره 19 سنه بعد ما مكمل يعني صراحه. استعد لهذه البطولات العاليه المستوى، حقق السنه الماضيه الوسام الفضي على العالم وبطوله ثلاث ذهبيات بطوله اسيا السابقه للشباب، وصار تحدي ودعم من اللجنه الاولمبيه والاتحاد المركزي لرفع الاثقال بان الرباع علي عمار هو الرباع الواعد للمستقبل لتحقيق الميداليه الاولمبيه. فاستعدنا طبعا انا مدرب منتخب وطني ومدرب الخاص العلي من عمر 10 سنوات ولحد الان اشرفت على تدريبه يعني بتواصل مستمر. طبعا اكو صعوبه عاليه جدا، لان تعرف هو بعمر ما واصل مرحله المتقدمين، والعراق يستحق التضحيه اللي انا ما حققتها بشبابي بالمنتخب الوطني، فلازم احققها بغير لاعب. علي دخل منافسه كلش قويه ببطوله اسيا المتقدمين التاهيليه الى باريس، بطوله تاهيليه، اول بطوله تاهيليه للاولمبياد، واحرز الوسام الذهبي بالخطف بقهر البطل رسلان نور الدين اللي هو متصدر العرش على اسيا والعالم مده 10 سنوات اللي هو اصحاب الارقام العالميه القياسيه، والبطل الايراني، وبعد اكو اثنين ابطال عالم فضه وبرونز اللي هم مسيطرين الاوزبك الايرانيين على مستوى اسيا، مسيطرين على مستوى العالم مو فقط اسيا، العالم اي رباع يحقق ميداليه بقاره اسيا بالنسبه للاثقال يحققها على العالم. يختلف عن باقي القارات مثل اوروبا وافريقيا وامريكا، لا الابطال العالم مختصين، شلون عندنا مثلا القدم اوروبا، الاثقال اسيا، فاي انجاز يتحقق باسيا يعتبر هو انجاز عالمي. فبما انه علي كان يحسهم دخلوا انذار، اكيد دخلوا انذار. طبعا هذا مو احنا اللي نحكي بيه، احنا الاتحاد الدولي الاسيوي كان متفاجئ بالمستوى اللي قدمه علي بقهر اللاعب روسلان، كانت مفاجاه للبطوله صراحه. هو الحمد لله التوفيق مفاجئ للبطوله، لكن كوالد ولديك ثقه بعلي ما كنت متفاجئ؟ لا ما متفاجئ، على يقين بالميداليه. يقين؟ يقين. زين علي ارحبك مره ثانيه وبارك لك الميداليه، وما شاء الله شاب واعد ولديك مستقبل كبير، ونتمنى ان شاء الله مستقبلا انه نحتفل بك في باريس في احدى الميداليات. المدرب والوالد يتحدث عن ثقه، الثقه كسبتها من عنده ام يعني بدعم، ام التدريب كان له جزء مهم بان يعطيك هذا الوصول الى هذه المرحله والحصول على الميداليه؟ طبعا الله يبارك فيك، طبعا اشكر قناتكم المقره على استضافتي هنا. اهلا وسهلا. طبعا هي اللعبه كانت بالسباق كانت كلش صعبه، المنافسات كلش قويه، فكانت مؤهلين تاهيل كامل من قبل المدرب الخاص، و معسكرات قوية كانت من الأولمبية دعم خاص، فكانت يعني متوقعين إنه هاي الميدالية تجي الذهبية، لأن طبينا معسكرات كلش قوية داخلية وخارجية. إيه بس مو مغامرة تروح أنت تنافس الفئة أكبر من عندك وهم أصلا عندهم خبرة بال لا، من تجي أنت من تاخذ بطولات آسيا للناشئين تطمح طبعا للعالم، مع العالم من تاخذ العالم تطمح المن المتقدمين، من تاخذ مع المتقدمين تاخذ الاولمبيات، فشي يكمل شيء. وبالتالي انت رفعت 178 بالخطف؟ بالخطف اي 178 بالخطف و211 بالنتر. بالخطف اللي غلبت جميع ابطال العالم بوقتها مع الاسيا، اخذت الميداليه الذهبيه. وبالمجموع اخذت رابع. زين هسه هاي البطوله التاهيليه الاولى، التجديد الاولى للاسيا للاولمبياد، الاولمبياد باريس 24. زين يعني مو هسه هاي النقطه، اكو البعض يقول بانه امكانيات العراق وما نقدر ومحققنا يعني مو اقصد في بلعبتك وهي العاب فرديه ثانيه، بعض يتحجج بالامكانات كانت عائق
يعني شلون قدرت تتجاوز يعني اكيد اللي تشتغل عليه هنا او الادوات والمعدات انواع هوايه ربما في العالم اكو اكثر تطور من منعته، شلون قدرت تتجاوز هاي؟ طبعا هو فشي مو صعب هذا تتجاوز، بس احنا يعني احنا اصلا عائله كلها رياضه فتعودنا على هذه الاشياء العواقة هاي تعودنا عليها، فمن جهود والدي يعني طبعا ما خلى فشي بنفسي يعني وفر لي كل شيء اللي احتاجه انا وتحتاجه لعبتي من مواد من تجهيزات من كل شيء. بالتالي كابتن عمار يعني انت قريت علي من البدايه، عائله ما شاء الله كلكم رباعين، وابنك محمد ايضا محمد ايضا رباع الى ميداليات مهمه، انت قريت الثقه بعلي كانت في محلها، لو انت يعني خلاص بخبرتك شفت قلت هذا الولد ممكن يكون. لا هو مو بس علي صراحة، احنا اربع اخوان رباعين، انا وعلي يسر، محمد يسر هم بطل اسيا اعتزل، وعدي علي يسر ويحيى يسر على اخوان كنا رياضيين، بس انا اخوهم الاكبر. بعدين من اعتزل اتجهت للتدريب، فاخذت مجموعة من الشباب اللي هو صار انتقاهم للمركز الموهبة الرياضية بوزارة الشباب بال 2013 1/9/2013 اختاريت مجموعة، بس انتقاد اخذت مجموعة عدد عالي، وبعدين استقريت على 10 رباعين من ضمنهم علي. بس هاي النقطة كلش مهمة كلش مهمة ومثيرة للجدل. بس انت مدرب للمنتخبات وكنت مدرب مركز الموهبة مال وزارة الشباب، تمام. المطلوب من عندك ان تختار 10 مواهب على مود تنموها ويصيرون أبطال بالمستقبل. اختاريت علي من ضمنهم. لا مو بس علي، 10 مواهب يعني عندك ابن ثاني هم اختاريت. هسا جاي كان بالكلام. اي تفضل. جايك بالكلام. علي بما أنه هو ابني عايش جاي بالبيت، صارت مستلزماته أعلى من باقي اللاعبين اللي موجودين. يعني تعرف عائلة رياضية أي خطأ يصير داخل، يعني الأثقال مو بس تدريب، أثقال مو بس تدريب، 50% تدريب و 50% مستلزمات. فأنا وفرت لك كل المستلزمات بما أنه عايش جاي بالبيت. أما باقي العشرة اللي باقيين فسيطرت 50% مو كاملة مو تامة، صار بها خلل عتم، يعني القصور من عتم. حتى توضح للمشاهد 50% قصدك النوم الأكل بالضبط. النوم الأكل المكملات الغذائية الراحة المساج الساونة كل الترتيبات العلاج الطبيعي لازم من ضمن عمود العضلة للعضلة على مود الاستشفاء. فعلي شلون نقول اكتسب هاي 50% كلها تقريبا. الثاني عندي لاعب ثاني، عندي لاعب ثاني اللي هو حافظ على احمد اللي هو حفيد البطل الاسيوي احمد النجف في بناء الاجسام الله يرحمه حفيده يصير، هم عندي علاقه عائليه ويا والده، حافظ على هسه بوزن 89 مؤهل لبطوله اسيا بشهر السابع اللي قادم ان شاء الله راح نتابعه واجيب لك اياه بالحلقه الجايه ان شاء الله. ينافس بين الاول والثاني، واحنا نطمح للاول اكثر، يعني للثلاث اوسمه ذهبيه لدون ال 17 سنه. اي مو هاي القصص يعني مشابهه في عالم كره القدم وغير الرياضات بان الاب والابن انه اختياره عاطفي، بس لا. بالنتيجه اختيارك مو عاطفي. لا الاختيار مو عاطفي. اليوم احنا تحكي عن بطل عده ذهبيه وبعد عمر 19 سنه. تمام. عندنا حافظ عمره دون ال 17 سنه، ان شاء الله بعد اقل من شهرين راح تشوفه متوج بالذهب، هذا اللاعب الثاني من اللي من ضمن العشره. طبعا في غير ما عدد لك الرباعين اللي اخذوا على العرب. اي بس بالنتيجه انت كمدرب تعرف بان مرات مو كل العشره عندهم القدره بان يكملون اكيد تعرف هو مشاريع رفع الاثقال بالذات الميداليات الاسيويه والعالميه هو مشروع دوله وليس مشروع كابتن عمار يسر. عمار يسر يقدر يوصل مرحله ويتوقف، لان كل الميداليات العالميه والقاريه والاولمبيه هي مشاريع دوله مو مشاريع مدرب ونادي. هسه نادي امانه بغداد يدعم، بس الدعم مالته مو ما يعتبر مثل ما تدعم الدوله لطموح الميداليه الاولمبيه. زين، بالتالي اللي تحتاجه تشعر علي بعد البطوله وبعد الميداليه تشعر بانه بداكوا اهتمام بقصتك، لانه تكلم والدك الكابتن عمار عن اهتمام الدوله، لازم الدوله، وانا اعرف هو رياضيين سامحها بان الميداليه هو مشروع دوله، بالنتيجه انت اليوم تحقق ميداليه بالاولمبياد انت واصل التوب، يعني بعد اخر شيء اخر ليفل بمسيرتك الرياضيه، فتعتقد بانه هاي حصولك على الميداليه لفت الانظار لك؟ هو لفت الانظار لان هاي مو ميداليه سهله، يعني هي بطوله اسيا مؤهله للاولمبياد. يعني
هي من البطولات اللي تجي صعبة بيها تنقيط للأولمبياد. يعني هي نعتبرها بداية وإن شاء الله القادم أفضل. إيش قد لازم تجمع أنت؟ ثلاثة خمسة مو أكو أي أكو خمس بطولات لازم مشاركة بيها تنقيط. نختار يعني يختارون ثلاثة أفضل ثلاثة لتنقيط بيهم لتأهل الأولمبياد. أفضل ثلاثة يعني ممكن الميدالية مرة ذهبية فضية ذهبية فضيتين وذهبية ذهبية وفضية مثلا على العالم على آسيا حسب التنقيط الدولة يعني. زين وهذا بعدين الاتحاد الدولي هو يحدد ال هو يعني هو اللي يحدد الإنجاز الأعلى. وأنت واثق بأنه راح تجمع النقاط المؤهلة للأولمبياد؟ إن شاء الله واثق يعني بدعم من جهات إن شاء الله كلها تدعم بالدعم موجود يعني ميدالية موجودة إن شاء الله. إن شاء الله. بعدين كابتن عمار الأولمبياد تحدث عن أولمبياد أنت راح تطب راح يروح إن شاء الله إلى ليفل عالي جدا مع 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 أبطال آخرين مع دول أيضا تتحصل على 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 ميداليات. تتوقع فنيا أنتوا اللعبة هاي الألعاب الفردية بها أشياء ما تقبل خطأ أحيانا بين. أنت وين متوقع وين رايحين ويا علي؟ احنا طبعا احنا من قلنا من دعم طبعا اللجنه الاولمبيه ما مقصره بالنسبه لدعم المعسكرات مستمره لحد الان بس يعني على قد الدوله تطهيها الاولمبيه اي بس ما مقصره يعني واحد يحكي الامانه يعني نعتبر هذا مساهمه بالانجاز يعني ما نقدر نقول مثلا عمار يسر علي التدريب بدايه المحطه الاولى عمار يسر تمام بس المحطه الانجاز العالي ما يعتبر عمار يسر بالنسبه للدعم اكيد الجهه الراعيه اللي هي الاولمبيه والاتحاد المركزي. هسه شفت اليوم ملتقين باللجنه البرلمانيه حول زياده الدعم والباحث كان عندهم اجتماع همينه وهي الاتحادات هم يتناقشون الالعاب الفرديه الالعاب هي اللي قريبه على المدى الاولمبيه مو العاب جماعيه مستحيل العاب جماعيه بالالعاب الفرديه المدى الاولمبيه بس انت بهاي الفتره يعني ليش نقول احنا دعم الدوله حتى يوفر المستلزمات الكامله لكل اللاعبين الالعاب الفرديه مو شرط الاثقال المصارعه تاكواندو يعني الالعاب الملاكمه كل المستلزمات مثلا ماكو مشكله. انا اليوم احنا 23 شهر الخامس بعدنا اولمبياد الصيف القادم في باريس 24 انا غير اللاعبين في باقي الالعاب اللاعب اللي عنده القدره ومؤهله ممكن ينافس انا ادعمه انا خو ما اضيع الجهد على لاعبين ما راح او العاب ما راح يتنافسون بيها محطات تمام صح يعني اليوم احكي شويه عن علي عن غيره شيء تلقى واحد من المصارعه نلقى واحد اوكي دول اذا خلينا نحصل ميداليه يعني من 60 لحد احنا بس انا اوضح لك هاي احنا فضل. بالنسبه للاثقال لعبه مو مبهمه مثل المصارعه والملاكمه تعرف هذا اللاعب يفوز لو ما يفوز او يقول انا افوز بالكلام احنا لعبه رقميه لعبه رقميه مثلا على سبيل المثال الميداليه الاولمبيه يجمع عليه مثلا 430 كيلو بين الخطب وبين النتر 430 هاي المحطه هسه احنا جمعنا على مستوى المنافسه مالته على مستوى المنافسه جمع 389 بالتدريب جمع 400 لان علي احنا قبل المسابقه مال اسيا تمرض صار عنده التهاب لوزتين تقريبا شهر قمنا نضربه اوبر انتبايتك فانتهى صراحه اللي شفت الدعوه بس انا لان ما قدرت اعلن بانه علي مريض وهي اول بطوله تاهيليه ما اقدر اضحي بيها فبقيت كاتم الامر كله بداخلي وبقيت انا اعاني من عنده هو يعاني من عنده لمده تقريبا شهر لوزتين ملتهبه لا اقدر اسوي له عمليه وبقيت اضربه انتبايتك بمساعده احد اصدقائي الاطباء طب لوزتين فوصلنا لحقنا ان نوصل ل 389 كيلو جمع بين الخطف والنتر هو النتر 211 لحقنا نجمع ذني حتى لا تفوت علينا التاهيليه احنا نقدر بالمحطه الجايه بطوله العالم راح نجمع 410 الهدف مالتنا 410 كيلو بين الخطف بين النتر 410 المحطه اللي وراها نطمح لمن ل 420 لغايه ما نوصل ل 430 اللي هي منافسه بالاولمبياد زين ممتاز هو بالضبط شنو اللي تحتاجه حتى توصل مو فقط التدريب ادوات التدريب ادوات المستلزمات اسميها مستلزمات التدريب تحتاج ومعسكرات ممكن الانعزال عن تعرف التاثيرات اليوم الوضع والهوسه والازدحامات وتاثر على اللاعب تحتاج معسكرات ايضا اي معسكرات الخارجيه نحتاجها اكثر من الداخليه معسكرات الخارجيه تبعدك عن الضوضاء اللي تكلمت عليها هسه بدول متطوره بالاثقال ولازم يوفر لك مثلا طبيب رياضي حتى الهواء النقي اثر طبيب رياضي معالج طبي دكتور فيزيائي هذا لازم كلهم يتوفرون بضابط الى دكتور خاص بالمكملات الغذائيه الرياضيه
اللي هي خاصه اللي ما بيها اي مواد محظوره حتى لما وقع باي خطا بالمستقبل. حتى تقدر ترفع من من الوزن وتقدر طبعا. تقدر ترفع بدون ان يتاذى، بدون اصابات، بدون ان يصير عنده مشكله طبعا. تعتقد علي بانه اكو لاعبين، انا يعني مو احباط هذا، بس اكو لاعبين قبلك برزوا قبل 3-4 سنوات صفا وسلوان، صارت عندهم بعض المشاكل بدون التطرق، بس هم برزوا وبعدين اختفوا. احنا نريد من علي ان يستمر، وشرط الاستمرار هو الالتزام بالتدريب والالتزام بهذه المهنه. شلون تقدر راح تحافظ على هذا الموضوع؟ والله هو يعني انا يعني مو هسه يا الله جيت بهاي المدارية، يعني يعني من 2021 جبت العالم، جبت الثالث، والتزمت بالتدريب، جبت بطوله عرب 9 ميداليات ذهبيه، الرباع الوحيد اللي جاب 9، وبطوله العالم اللي صارت في اليونان، وبطوله الاسيا في اوزبكستان جبت بها اول، وهسه بطوله اسيا هاي مؤهل للاولمبيات. يعني ان شاء الله ماكو انقطاع ما دام الكابتن عمار والدي وياي والدعم الدوام ان شاء الله. لا هو صار عندنا خلل تقني، بعدين كان تضطرون تجون، قال للاخ احمد الموعد، قال له مو الكابتن المدرب ما يقبل، بعدين اكتشفنا بان المدرب هو نفسه كابتن عمار، وهذا شيء جيد. يعني هسه انت بطريقه كلامك بالتليفون بانه لا ما اقدر، يعني توقعنا مدرب غريب ما نعرف اجنبي يجوز مدرب ماتك زين. هذا ياثر عليك موضوع الدراسه؟ ايش اللي بالدراسه كسلان انت مو لا والله زين، بس هاي الفتره الاخيره يعني كلش التهينا بالرياضه تدري، يعني انجاز ورا انجاز، فشويه التهينا بالمعسكرات والتدريب يعني، بس ما ابتعدت كلش هوايه. ثاني سادس اعدادي ان شاء الله جاي اتحضر للدراسه للامتحانات الوزاري ان شاء الله. الله يوفقك كابتن عمار. يعني اخيرا نحتاج ميداليه صدقا. العراق يعني تعرف انت من سنه 60 يعني اجيال راحت ما عندنا ميداليه في اي لعبه نهائيا، حتى القدم جاي صرفوا عليها ما اخذنا. يؤسفنا هذا الكلام انا صراحه، والله ما عندنا مشكله يعني. بس من ترجع العراق عفوا تلقى عندنا ابطال ساحه وميدان بالسبعينات ثمانينات، تلقى عندنا ابطال اثقال، عندنا ابطال، عندنا بالمصارع، بس ما حصلنا ميداليه على مستوى الاولمبياد. استطاع على يقين من كلامي سجل عليها هذا، الميداليه الاولمبيه ما تطلع خارج اطار الاثقال مع احتراماتي لكل اللعبات. ممتاز. هسه يعني القادمه والمستقبل تقصد؟ انا بالنسبه لي كلام هذا يسجل عليه، يسجل من 24 ل 28 اذا ما اخذنا بال 24 ال 28 أنا يعني ما أبقى بالوسط الرياضي إذا مو بشرط علي. إحنا هسه في خطة عمل لنشتغل كمدربين، مدربين اللي طلعنا هسه، اللي إحنا الأوان الأخيرة هاي الخمس سنوات الأخيرة مدربين شباب. طبعًا تحياتي للمدربين القدامى الكبار اللي هم نعتبرهم شيوخ اللعبة، أمثال أستاذ صباح ومحمد الجواد شيوخ اللعبة بالتدريب. صح. بس اللي المدربين اللي ظهروا هسه على الساحة مثل عمار ياسر، حيدر زيدان مدرب شاطر جدا، متواعدين وواضعين خطه عمل بعمل مع الاتحاد عمل جماعي ان الميداليه الاولمبيه ما تعبر لغايه 28، تجديد الميداليه الاولمبيه يعني اذا ما حصلناها في 28 مضمونه 1000%، 1000% الخطه اللي واضعينها 1000% الميداليه الاولمبيه اثقال. قمنا نعتمد علينا بس حتى لو نطب مع وقاله يعني نتامل دعم الدوله غير الاولمبيه، نتامل دعم بعد غير الاولمبيه، نريد بعد دعم اكثر. احنا حتى هاي ما معتمدين عليه، يجينا دعم ما يجينا دعم، احنا ما نخليها تعبر ل 28 24 28 هاي الدورتين الاولمبيه من المستحيل ما نعيد التاريخ مال عبد الواحد، لانه عندكم الكواليتي اللاعبين اللي ممكن اللاعبين موجودين وتحمل التدريب اللي موجود. احنا بعدنا بصحه جيده ونتحمل السهر ونتحمل عبء اللاعبين، متحمل عبء الوضع العام اللي قاعد يصير بالبلد، كله متحملينه وعبرنا ازيد من كورونا. احنا بكورونا العالم كلها اللي قافله بيبانها، انا القاعه مالتي وزعت الطبلات على اللاعبين، هو واحد من عندهم خليت له الطبله مالته والحديد بغرفه النوم مالتي، شفت غرفه الاخشاب، وخليت له الطبله بكورونا باب مقفول يتدرب
خلف الله على الجيران يتحمل الضوضاء مع الحديد طب طب اي أيوة والله شاهد يعني الف تحيه الجوارين اللي داير مدار يعني يتحملونه بهاي الوضع الناس بدها تموت احنا مصرين ما انقطعنا 2020 كورونا ما انقطعنا زين يوم واحد انت يعني عندك خطه قدمتها للاتحاد او راح تقدمها للاتحاد ومنها الاولمبيه للدخول بالاولمبياد اكو خطه حاطيها هسه بالاولمبياد بالتاهيليات اكيد احنا كل مرحله يعني كمعسكرات تعرف تكاليف تحتاج معسكر فلان شهر ما عندي اي مشكله بالتكاليف الاولمبيه ما فرق جيد اي شيء اطلبه من الاولمبيه ما فرقته هي والاتحاد والله لازم بصراحه لا الاولمبيه اذا على الاقل يعني علي ممكن ينقذ الاولمبيه بصراحه لان سنوات احنا ننتقدها بدون ميداليه ممكن ينقذ الاولمبيه اي تقصير اولمبيا ايش اطلب بس احنا شنو نكون بعض مع اوقات تصير عندنا مثلا امتحانات البكالوريوس ما نقدر نخلي ما يمتحن صح يعني احنا سنه سوينا انتساب وبطولاتها كلها خارجيه تعرف التربيه ما تعطي اجازه شهر وشهرين مستحيل انت تعطي اذا بالزايد 10 ايام فسوينا انتساب فكلها معسكرات بس اساعدنا مع وقع احنا اللي هو امتحانات لازم هسه امتحاناتك جد 28/6 هاي الفتره مالها تعتبر معوق يعني تعتبر معوق بس احنا نحاول قدر الامكان بانه ما نخلي ياثر على تدريبه وهذا هو هذا هو المطلوب ان شاء الله ان شاء الله علي اتمنى لك التوفيق واني يعني اتشرف بك شاب عراقي وان شاء الله يا ربي نبقى نتابع مسيرتك وننتظرك في اولمبياد باريس ان شاء الله بعد التاهل ان شاء الله بطولات شو وقت الجاية عنده التأهيلية؟ التأهيلية راح تصير للسعودية السعودية بطولة عالم بطولة عالم قريبة يعني؟ اي قريبة يعني كم شهر وبطولة الكأس بقطر ان شاء الله شكرا جزيلا كابتن عمار شكرا كابتن علي شرفتونا بحضوركم شكرا جزيلا لك. من ناحية أخرى أمين سر نادي صناعة سيد فالح موسى صرح بأنه مشكلة المستحقات المالية سوف تنتهي قريبا وأيضا سيتم إعادة تأهيل ملعب النادي فنتابع هذا التصريح احنا لحد الان ما مستلمين راتب ما الشهر الرابع شو يعني اعتبروكم النادي المدلل والله احنا اللي يقول احنا شوف اقول لك بس رواتب فريق كرة القدم تقريبا 85 مليون احنا يجينا من الوزارة مرة 60 مرة 70 يعني حسب ما موجود بالوزارة وبالتالي احنا تدري اليوم شوف الفريق بالرغم من انه احنا متأخرين بتسديد مستحقات المالية لكن شفت روحيتهم اليوم آمنا بانه احنا كلاعبين المبالغ تجي اليوم تجي باكر تجي لذلك كان اليوم بلغت اللاعبين ان شاء الله باكر او بعد باكر يستلمون مستحقاتهم الماليه اضافه الى اكراميه ثلاث مباريات صار فايزين ما صار فيهم مكافاه اعتقد انه هذا يعني يصير تقصير من قبلنا كاداره اذا مشينا الامور بهذه الطريقه نتمنى الامور تصير بشكل افضل وبالتالي انه هذه الرساله اللي نوصلها من خلالكم ممكن توصل للمسؤولين ويشوفون انه هذا النادي يعني من غير المعقول انه نادي كيان كبير مثل نادي الصناعه بالتالي يشوف نفسه صعب عليه انه ينتقل من مراحل خطر الى مراحل امان اخيرا واسف على الاطاله وطلب شخصي وهي ممكن امنيه من الجمهور تتعاونون مع وزاره الشباب والرياضه على تبديل ارضيه ملعب نادي الصناعه مثل ما صار ويا الكاب هدف رئيسي عندنا انه تبديل ارضيه احنا كاداره ما مقتنعين بالارضيه اللي موجوده حاليا هدف رئيسي عندنا بالموسم القادم ان شاء الله انه ارضيه الملعب تغير وهذا وعد تاخذه من عندي طيب الكابتن قصي منير مدرب الفريق تحدث عن وضع الفريق الفني وكيف كان الوضع قبل أن يستلم تدريب نادي الصناعة؟ بعد ما جينا أنه أصبح مؤشر إيجابي يعني من اللاعبين أنه بدأوا يعون خطورة الموقف وهبوط الفريق بدينا أنه نعلمهم أو نتكلم معهم على طول الوقت حقيقة ما يمر يوم إذا ما احنا نجلس ونتكلم يعني وخاصة أنا قلت لهم قد راح تضوجون مني تعبون مني بس لكن أنه هذا الشيء مطلوب لازم نذكر لازم نبقى مستمرين تدريباتنا انه لازم نضاعفها في سبيل انه اخطائنا نقللها وهذا ما حصل يعني الحمد لله اكو استجابه نحاول انه مباراه بعد مباراه نتكلم مع اللاعبين خطوه بخطوه ان شاء الله نتكلم. الفريق اول ما يجي والله شوف الفريق بالبدايه انت لما تكون بالمؤخره دائما ما روح الانكسار موجوده لكن اليوم لما تجيهم ينظر انه اكو رغبه من الكادر ومن الاداره انه هذا مو موقعنا الحقيقي لكن عانينا حقيقه انا اطالب من اللاعبين ودائما انه اقول لهم فوز يجي فوز
يعني نحاول انه يعني حتى مباراتنا امام كربلاء كنا لازم نفوز يعني، وخاصه بالوقت الاخيره مباراتنا مع القاسم مع العفو مع الكهرباء خسرناها، لكن ما كنا يعني كنا الاقرب وكنا افضل، لكن هي كره قدم جزئيات وفرص استغلوها الكهرباء فازوا. مع ذلك مو نهايه المطاف، عندنا امل وعندنا رغبه، هذا اللي حصل، وانا الروحيه اللي تغيرت بالفريق هذا اللي يعطيك انه اطمئنينه وحافز للتقدم للامام ان شاء الله. طيب كان هذا الكابتن قصي منير، ورحب بالاستوديو والمحلل الفني لقنوات الرابعة الكابتن حمزة داود. مرحبا كابتن، اهلا وسهلا بك. انا لابسين نفس الشيء تقريبا اي لا نفس الرباط اصلا اي بس ما متفقين. لا والله متفقين. الدوري وصل الى مرحله مراحل النهائيه، لكن القوى الجويه والشرطه هم المتنافسان الاقرب. قبل ذلك منتخب الشباب وصل الى بوينس ايرس بعد 25 ساعه كالمعتاد من التعب والجهد. شوي تحكي لنا عن منتخب الشباب قبل ان ندخل موضوع الدوري. يعني هو منتخب الشباب اصبح مكشوف يعني، الحمد لله والشكر، اخباره كلها مطمئنه، بلاعبين المحليين والمحترفين، والثبات الكادر انا اشوفه ثبات يعني قدر ان يقدم لنا فريق خلال النسخه الاسيويه نقدر نطمئن عليه، وايضا المباراه التجريبيه اللي كانت مع البرازيل نطتنا اطمئنان اكثر. انت تعرف استاذ طه منتخب البرازيل وعده لكاس العالم يعني للشباب نهائي للفوز بالبطوله. الحقيقه انا مستغرب على شغله واحده، يعني ليش احنا دائما بنروح مضغوطين بالوقت؟ يعني اليوم احنا 17 بعد 4 أيام للمباراه، يعني ليش دائما نضغط نفسنا بهذا الوقت؟ ليش ما نروح مثل بقيه الفرق قبل اسبوع او 10 ايام؟ فيزا ما طلعت كابتن، هاي مو احنا تكلمنا عنها، قلنا موضوع الفيزا يعني ما نتكلم عليها قبل يومين يعني وثلاثه، هذا الموضوع قبل اشهر. احنا عرفنا بعد ما نقلت كاس العالم من اندونيسيا الى الارجنتين، انا اعتقد بهذا الوقت لازم نعرف شنو الصفه اللي ندخل بها الى الارجنتين. الوسائل هي عن طريق الاتحاد الدولي، هي عن طريق الفيزا الالكترونيه، عن طريق التاشيره بالجواز لازم تروح للسفاره، هاي الامور كلها اتحاد القدم كان يعني ما تحرك عليها بالسرعه، لهذا انا اشوف انحرجنا بالوقت. وموضوع يوم واحد يعني 25 ساعه انت تصل لل يوم كامل يوم وساعه، اذا شو راد لك؟ يراد لك يوم راحه 18 19 20 21 ثلاث ايام غير كافيه. اولا عندك الاجواء بارده، ثانيا عندك الوحدات التدريبيه كيف ستحدد الملاعب؟ اين الملاعب؟ هم محددين لهم الملاعب، بس يعني العمل الكبير سيكون على الجهاز الفني والمدرب اللياقه البدنيه. نعم حتى يهيئ اللاعبين. نعم هم نتيجه اورجواي عن الارجنتين شمرة عصا. اي طبعا يعني مو نفس القصه اللي نعم يعني القصه مالتنا لا قصه طويله يعني برايي. نعم يعني في المجموعه احنا ابعد دوله عن الارجنتين. نعم حتى تونس غير لهذا استطاع يعني متى يعني انا دائما نتساءل انا ولا حضرتك يعني متى نتخذ الاجراءات المبسطه والاجراءات اللي دائما يذهب بها وفودنا مرتاحين من ناحيه السفر من ناحيه التجهيز، لان هناك عوامل يعني تمر عليك انت ما تتوقعها. قد تكون دوله هناك دوله الاجواء اللي المدينه اللي تنتقل عليها، مثل ما صار عندنا بعض الفرق افترشت المطارات يعني ناموا بالمطارات. السبب منه؟ انا اعتقد هاي الامور يجب على اتحاد القدم، هذا الموضوع يجب ان يحسمه بعد في كل بطوله. نعلم انه احنا بعد تصفيات اسيا 6 أو 7 أشهر، يجب ان كل الامور تهيئ من الان حتى لا نقع لا يعني نقع بنفس المطبات. نعم. طيب هذا بالنسبه لمنتخب الشباب الذي بالتاكيد سنفتح ملفاته مستقبلا، هو ان شاء الله من خلال الاستوديوهات التحليليه للمباريات مع 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 البطوله. هناك الدور العراقي بالامس الجوي حصل او تاهل الى المرحله القادمه من كاس العراق فوز على الشرطه المنافس بالدوري، نقطه ايجابيه للجويه وحافز كبير تعويض. يعني احنا حاليا فريق الشرطه بالدوري مستقر 58 نقطه للجويه مقابل 56 للشرطه مقابل 56 للجويه.
مباراة البارحة استعطاها هي مباراة يعني تختلف عن كل المباريات الدوري وبطولة الكأس وكل المنافسات وصارت وحتى الكلاسيكو اللي صار بين الفرق الثلاثة أو الأربعة. بارحة خرجت المباراة يعني أنا أقول لك كاملة المواصفات. التحكيم كان بشكل ممتاز، الحكم أدار مباراة مع مراقبي الخطوط، اللاعبين رغم أن المباراة مهمة كانت كان هناك أكو نوع من الشد، بعض الاحتكاكات صارت الحكم قدر أن يحتويها كلها، بالإضافة إلى هذا الجمهور كان على مستوى عالي من التشجيع. نعم، وحتى بعد المباراة عندما كانت هناك لقاءات شفنا الجمهور لغة جديدة، يعني بصراحة لغة أنه هارد لك الخسارة وفريقنا قدم مباراة، جمهور الشرطة أنا أعتقد هاي ثقافة جديدة، خصوصاً الجزاءات هي يعني طبعاً يعني جزاءات حظ أحياناً، فرق كبيرة تسقط الجزاء، ما تقدر أي واحد ممكن أن يذب اللوم أو يذب العتب على اللاعبين. اللاعبين الشرطة قدموا مباراة البارحة خصوصاً الشوط الثاني اللي كان به الجانب البدني واضح جداً واضح جداً لصالح فريق الشرطة، تفوق فريق الشرطة في كل شيء، لكن أنا أشوف الخط الدفاعي وغياب المواس قلل من الفاعلية الهجومية لفريق الشرطة. غياب المواس ليس بسبب الإصابة، يبدو مشكلة مع أحمد صلاح. هو المواس حتى من العام أستاذ طه تذكرت كانت عنده مشاكل، يعني الرجل قد يعترض على أنه ما يوظبوه بالشكل الصحيح في الملعب، لكن كإصابة أنا من الصبح اليوم يعني قريت الأخبار أنه المواس لم يكن مصاب. يعني أنا أعتقد على المدرب مهما يكون حاليا هو في الأمتار الأخيرة وعنده الجوية منافسة، يعني البارحة الجوية أعطانا فكرة أنه لن يكون الدوري هذا الموسم للشرطة بسهولة. أكيد صح. الجوية قدم مباراة كبيرة، مباراة تكتيكية، مباراة كان يدافع بشكل ممتاز، أيضا فهد كان بيومه الحارس. أنا أعتقد الشرطة عليه أن يستغل كل لاعب موجود عنده محترف، لأن أنا أعتقد أي تلكؤ للشرطة راح يستغله الجوية بشكل كبير جدا، وقد تكون البطولة الجوية إنقاذ لموسم نعم هو بعد مشاكل إدارية تغيير إدارة. إحنا من البداية كنا لن يكون الدرب مفروش بالورود للشرطة، أغلب الفرق وخصوصا اللي تنافس الشرطة على الدوري الزوراء الجوية بالبداية الطلبة استعدت للشرطة، عرفت طريقة اللعب اللي يلعب بها مؤمن سليمان، عرفت اللاعبين أسلوب عملهم خطورتهم وين، لهذا أنا أشوف هذا الموسم صعب على الشرطة بالنسبة للدوري. طيب. وقد يحسم في مباراة أو مباراتين الأخيرة. طيب كابتن حمزة داود شكرا جزيلا لك، ممتن على حضورك، وأيضا أشكر علي عمار وكابتن عمار يسر كان معي متوجين بالميدالية الذهبية لرفع الأثقال، ولكم مشاهدين شكر والتقدير، نلتقي إن شاء الله يوم الأحد للقاء.